أصدقاء معلمتي صباح الخير. اليوم سوف نحضر سلطة الفواكه. تعالوا معي لتعرف على المقادير. هنا الإجاص والكيوي والموز والتفاح والبرتقال. بسم الله سوف نبدأ بتقطيع الكيوي. والآن سنمر إلى الموز. بعد الموز سوف نقطع التفاح. جاء الدور الإجاص. سوف نمر إلى البرتقال. بالطبع سوف نضع بالقليل من السكر. أصدقائي معلماتي، سوف أعطيكم سر وصفتي. الآن سوف نضع نكهة الفانيلا. والآن جاء دور العصير، وأنا اخترت العصير الأناناس. معلماتي أصدقائي، انتهينا. هيا طيبة، إلى اللقاء مع وصفة جديدة. مع السلامة.